إلى ملف الصحة الآن لميس، حوالي 10% يعانون من الأزواج حظيه الزواج من العقم في الجزائر نتيجة عدة عوامل، غير أن الأطباء يؤكدون على عدم التسرع في أخذ الأدوية، خاصة وأنه يمكن الحديث عن العقم لدى الأزواج بعد حوالي سنة ونصف. نسيم الوفي تفصل في الموضوع. يحرم العقم 10% من حديثي الزواج في الجزائر من الإنجاب نتيجة عدة تعقيدات صحية لدى الطرفين تمنعهم من عيش الأبوة، ما يستدعي في بعض الأحيان تدخلا جراحيا لتصحيح التشوهات. 10% تاع لي كوبل ماري دوبلي بلوس دو ان ان كي نون با دونف، 45% المرأة، 45% راجل، و 10% اللي قاعدين رجل والمرأة، نعاونهم بالأدوية، وكان نعاونهم ثانيت بالعملية الجراحية، ولكن وخاصة في بعض الأحيان ثانيت نوليو لا في كونتاسيون بتروح حتى هما ثانيت. يشير الأخصائيون إلى ضرورة مراعاة نفسية المرأة باعتبارها عامل أساسي لحدوث الحمل، مع تفادي أخذ أدوية تساعد على الإنجاب قبل سنة ونصف من الزواج. لازم الناس يفهموا حاجة، المرأة ماشي كيما راجل، المرأة باش تلفد الجوف لازم تولد البيض في كرشها، وباش تولد البيض في كرشها لازم تكون عقليا مرتاحة. ولو كان من الأول نبداوها ديجا في الشهر الأول ولا الشهر الثاني ولا الشهر الثالث ما عندكش دراري، ونبداوها بالدواء، الدواء هذا الدواء كي نمدوه لواحد اللي ماشي مريض واش يصرى؟ يمرضوا. العلم يقول اللي ما نبداو نتحيروا لما بعد سنة ونصف زواج من غير حمل. تغيير تجربة علاج العقم المعتمدة حاليا مع الأزواج والتدخل الطبي في الوقت المناسب من شأنه التقليص من نسبة العقم الذي بات شبحا حقيقيا ينغص الحياة.